هاد التاكره هادي خصنا نديرو فيها شي حاجه تكون شي هيوه مزيانه. اذا شنو عندنا؟ الشامبينيون. هاد الشامبينيون هذا 1 2 3 4 5 د الحبات هما هادو، ملي كيتعبروا ب 14 درهم 14 درهم، هذا دي واقيلا لوكال جو بونس. وعاد كاين واحد وحده كتسوى 8 درهم. دابا هذاك ديال بلجيكا، داك لو مارون كبير كيدير 8 درهم الوحده ملي كتعبروا. هادو 5 ملي كتعبروهم حيت 80 درهم الكيلو، هاد الخمسه ب 14 درهم. ولكن بلاتي غادي نستعملو يمكن غير وحيده ولا جويجات في كل بلا، ان بلا كنستعملو جوج. اذا هاد الخمسه غنديرو بهم 1 2 3، يلا 3 ديال لي غوسيت. هذا اللي كيقول لي بان لي دابا، من بعد حنا نشوفو. يلا الوغ، اول حاجه غنجيبو طريو د اللحم، غنديرو طريو د اللحم. هذا الملج هاه كيخص شويه الزيت، انا درت هنا زيت البلديه. غادي نصيفطوه يطيب شويه، كنزيدو البصله فوق ديك الحيمه، واحد البصله مزيانه تكون محترمه كبيره. وشنو كندير اخر؟ خاص غير الملحه والابزار، بلاتي والابزار صافي. غادي نديروها مع داك زيت البلديه فوق، اش كيقولوا، نزيد شويه عاود هنا فوق العافيه، ومن بعد نذكروا. ها هو نديرو هنايا كيتقلى مزيان، وعاد نتفاهمو على الشامبينيون. كي غندير واحد شويه الماء هلا، وعلى ما يطيب ديك الحيمه غنرجعو لهذا الشامبينيون ديالنا. ايوا دي ديك الفهمات اللي قلت قبيله ديال خدم غير وحده في طبق وجوج في طبق وحده في طبق، اتضح بان كلام فاضي. الناس اللي كيفهموا الخبراء في هادشي هذا، مع الاتصالات اللي جريت لقيت بلي انا ودي لا، هاد الخمسه د الشامبينيون تنضحيو بهم في طبق واحد وصافي. الواحد الله ما الشامبينيون جبتي كولو كلو تهنا كاع، قال واحد خبي الغدا لبعدو، فهمتيني؟ رحم الله. فوالا الوغ، ها الشامبينيون ديالنا هادي غنخليوها هكا، هي شي كي زوينه نشوفها ملي كتغسل داكشي كيتغسل مزيان. وغادي نقسمو هادشي وغادي نديروه مع لاصوص ونديروه في تما. يلا اذا هادو نقسمهم على جوج هكذا. شوف هادشي مازال خصو يتغسل من هنا، دابا غادي غير نيطواياج الاول، فهمتيني؟ باش من هنا كلشي هادشي خصو ميبقاش فيه كاع داك شويه ديال الكحوله، كلشي ولا بيض. هادو نقسمهم قلنا هكذا هكذا، وهادي غنخليها هكا. هادي منظر الديكور تبقى هكا، هادي الوسط في وسط ديك التاكره الطاجين تجي هكا منظر. ها غادي نشوفو، وهادو غادي نديرهم في لاصوص. يلا ها الحيمه ديالنا طابت، طيب اللحم طاب، مريقه هي مصابه غير بالملح والابزار والبصله. شتي ها البلا تاكرا. دابا اش غنديرو؟ دابا غنبداو نحطو لي شامبينيون. فوالا هذا بغيت نخليها هكا زعما ديكور مزيان. شوف نخليوها هادي هكا هكا صافي. وهذوك الاخرين غادي نديروها في المريقه هالا. دابا راه خلينا داك الشامبينيون كيطيب، خصنا لاصوص توجد. هادي دابا هادي معلقه ديال الطحين هكذا ياك، وخاص واحد المعلقه ديال اش ديال الموطارد هكذا. زيد شويه الموطارد او الصوجة، شوية الصوجة هكذا مزيان. شنو باقي اخر خاص؟ كاين خاص الحليب، كدير واحد شوية الحليب من الفوق هكذا. شتي لاصوص الشامبينيون باش غتجي مزيانة صافي. غادي نصاوب نحركو حتى تيولي تيطلق مزيان. وما نساوش هادي، دابا انا راه مشيت بعيد في هادشي هذا ديال سميتو، وليت كنفهم حتى في النواد موسكاد. قالك اودي هادي هاد لاصوص كيخصها نواد موسكاد، كيفاش كدار؟ كتحك هكا. وغندير شويه الابزار هنايا، وديك نواد موسكاد خاصها تحك، وغادي نديرها حتى هي اخر الاخبار. هذيك نواد موسكاد ما كتحكش كلها، هذاك اللي وريت لكم قبيله غير شويه منها كتحك فيها الجنيبات ديالها وصافي. نواد موسكاد هادي مجهده، هاي هاي هاي، سي لا بارتي اللي تحكات غير هادي، ها شويه وصافي.
تري بيان. دابا نحركو هادشي هذا هكذا هكذا هكذا. هذيك لاصوص كنجيبوها هنايا طيب مزيان وكتبقى تحرك. قال لك جبت الخبار انا دابا كيخصها تبقى تحرك حتى تعقد تولي قاصحه ما تبقاش هكا سميتو. ولكن يمكن نزيدو لها شويه الطحين حسن جدا. ها هي شتي كيف بدات لاصوص؟ انت شوف 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 ها هي كتقال. ها هي لاصوص شتي. اذا صافي دابا غنطفيو عليها وغادي نزيدوها نكبوها فوق داك الشامبينيون هذا مكان. اذا هذيك لاصوص غناخدوها وغادي نديروها فوق الشامبينيون هكذا. يا سلام شتي. وفوق اللحيمة حتى هي وغنخليو مازال طيب ديك التاكرة حتى يتصاب هادشي مزيان. ها انت شو المنظر كي داير. ها يا سلام عطي واحد الريحة خارجة من هنا تبارك الله رائع هادشي رائع. وفي هاد الأثناء هادو حاجة وحدة اللي بقات الفروماج شوية الفروماج غبي كنديروه من فوق هادوك لي شامبينيون فوالا. إيوا ها هو لو بلا ديالنا وجد التاكرة ديالنا وجدات. رائعة خمسة ديال لي شامبينيون بديك لاصوص والمسائل والحيمة ديال الملج التاكرة ممتازة. يعني نص بلدي نص رومي فوالا. وتحية عالية إلى جميع الأصدقاء الأعزاء الشرفاء النزهاء.